حنا رانا جينا اليوم جينا بنشتري، وحنا ممثلين المجتمع المدني اللي راه يقول لك تشوفوا عيب. حنا اللهم اشهد جينا نشوفوا واش راه يسوى الاسر. كاين السوق تاع العادي، رحنا لقيناها ب 10000 و 20000 طماطيش. دوك القليل هذا ما يشوف بعينيه. عولنا درنا تحوينا، قلنا نروحوا بالك لسوق الرحمه. سوق الرحمه جينا سوق لقينا تاع الفريغو اللي ما كانش جاب سي ميسان، والزوال اللي راه يشوف ويخسر. كي تهضر مع المواطن يقول لك الله غالب. حنا نطلبوا مثلا من السلطات المحليه وما تتدخل شويه، يشوفوا الناس هذا راهم راه اجرام في حق المواطن الضعيف، راه اجرام. حنا نطلبوا منه شويه توعيه، والشعب ثاني ماذا بينا حنايا نفضلوا شويه، نفضلوا شويه غبر على روحنا. رانا يوميا يوميا نعانيو. هذا رانا حنا قبل فتره رمضان بدينا الزوالي، اعطينا له هذاك 1 مليون اللي راح نبدو. هذا 1 مليون ما يكفيش حتى بطاطا. انا جريت 30 صبر 1500 في الشهر. انا جينا قلنا كيفاش نتقضاو شويه خضره. هنا جاي البطاطا ب 10000، البصل ب 7000، لوبيا قلنا ب 50000، لوبيا باشطو قلت ب 50000. هنا تينا كنا نقضيو، راني راجع فارغ ما لقينا واش نشري، ما لقينا ما ناكلو. الخضره راه ما لحقناش عليه، مشي للحم ومشي للدجاج ومشي ل وبارك الله فيكم. السلامة. السلام عليكم. احنا جمعية أصدقاء المغرب نقدم وجبات إفطار على الطريق الوطني رقم 8. بالنسبة لي راح يكونوا مسافرين من شتى ربع البحر، نقدموا لهم وجبة إفطار. وحنا الهدف الأسمى تاعنا هو نيل الأجر في هذا الشهر المبارك. وجماعة واحد يساهم معنا في أي حاجة، مرحبا به مقام جمعية الدوحة، مرحبا بكم. تفضل. أنا نشكر الناس اللي راهم يعاونوا فينا، ونقول لهم يعطيكم الصحة وكثر خيركم، وبيكم انتم اللي رانا نخدموا، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. وهكذاك مازلنا محتاجين شوية مساعدة، نطلبوا من الناس تعاوننا في المبادرة هذه باش ننجحوها، ويعطيكم الصحة. السلام عليكم. والله على كل حال مبادرة جميلة بزاف داروها الشبيبة تاع جمعية صهر الغزلان هنايا، يعطيهم الصحة. ورحبوا بنا وبارك الله فيهم. ميساج ماذا بينا حنايا الشباب كاع تعم على كامل المستوى الوطني، ويعطيكم الصحة وصحة. عقدنا لقاء اليوم يعني الجمعيتين، جمعية الحبوب والجمعية تاع مكففي البذور، وكانوا الأعضاء كل تاع المجموعة حاضرين، والفلاحين وكانوا يعني مديرين تاع النموذجية حاضرين معنا. والشي اللي اتفقنا عليه هو أن نكون لجنة باش يعني تعاين تخرج تدير المعاينة في الدوائر، ويكون على رأسها يرأسها المدير تاع المصالح الفلاحية باش يشوفوا نسبة ما حبينا ما حبيناش حنا نعطوا. على كل حنا حسب التقديرات نتاعنا ما حبيناش حنا نعطوا الرقم نتاع الخسارة اللي كاين البورسنتاج، حبينا حتى اللجنة هذه تكون وتخرج هي اللي تاخذ القرار هذا، تقدر الخسائر شحال، تعطي هذه المعلومة. وحنايا هذه القضية نتاع الجفاف هذه ماشي جديدة، راهي قديمة علينا، وطلبنا عندها مدة بالك تاع 10 12 سنة باش ندخلوا هذا الجفاف هذا يدخل في التأمين. لكن في على مستوى القمة الفوق لا سينما لا سيونس الكبيرة كونت ملف ذاك الوقت، وجا صابوا باللي الإقطار نتاع اللي يتأمن على الجفاف صابوه المبلغ كبير. قال الوزارة بعثوا لنا الملف وحنا نشاركوا مع الفلاح ندعموه في لا سيونس، يعني نسيروا معاه مثلا. لكن من ديك الساعة راهي عندنا 10 و 12 سنة ما كان حتى جواب إلى حد الساعة الآن. على نسبة الجفاف وراها شيء خطير، باه ما نكونوش غافلين. احنا رانا فلاحة ورانا في الميدان ورانا نشوفوا باللي رانا في الخطر. كاين اللي زرع نتاع الغلة نتاعو راحت، على الأقل يكون أوتوريزي باش يهش هذاك اسمو يديرو قرط زوين. أما جهة الإنتاج ما كاش طمع. الأمطار كي يطيح دروك ما عندهاش فعالية، خاطر الوقت فات نتاع دروك نتاع كاين اللي دار الحب ويبسم خلاص هذاك يتسقيه منين
ما عندوش كفايه. وراك فلاحين بمنطقه بلديه سنجاس، نطالبوا من سيده المديره للفلاحه ووالي ولايه الشلف ووزير الفلاحه بان يتدخل في اقرب وقت ممكن، لان رانا في وقت يعني رانا في وقت حرج. الفلاحه راهي يعني راهي 90% راحت وكاين شي صوالح يقولوا كاين شي مناطق اللي مازالوا شويه، نطالبوا في لجنه التحقيق، هي خاصه نطالبوا في لجنه التحقيق تخرج في اقرب وقت. منطقه في لشهر رمضان الكريم والمعظم وتحت شعار نفحات روحانيه ومقامات فنيه في رحاب شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ومقامات فنية في رحاب رمضان سطرت إدارة دار الثقافة مبارك الميلي لولاية ميلا برنامج ثري ومتنوع احتفاء بهذا الشهر الفضيل، احتفاء بشهر التراث وتخليدا ليوم العلم. واليوم إن شاء الله راح يكون الافتتاح بمعرض فني للخط العربي للفنان القدير عمر عيون، ويفتتح برنامجنا سفير ميلا والحائز على الجائزة الأولى في مسابقة مزمار داوود البرعم اللي بربي إن شاء الله نربح عليه وتربع عليه ولاية ميلا ولما لا الجزائر سراج. هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله. الوالد سنة 1931 دخل البرج، خدم الصنعة هذه في البرج. في البرج 1931 الصنعة هذه، هو خوه أكبر منه، هو كان صغير. والحرفة هذه أب عند جدي، أب عند جد واخذينا أنت بعد بحكم أنها تطلب يد عاملة وتطلب كذا. الوالد كان يجيب خدامة منكم، بعد ولاو يخدموا جزائريين وتعلموا خذوا الصنعة. عمره 90 سنة، 1930 تقدر تقول 90 سنة. 90 سنة يعني انتم راكم هنا قاعدين من كما يقولوا لنا نابلو. وقمت هذه الحرفة هذه لأولادك يعني؟ أولادك. الحمد لله. الحمد لله بالطبع كما نقولوا احنا هذه تقاليد. يقول لك نفسي ناخذ مزغة بيت تونسي. كاين محال آخرين يخدموا بها. أما كاينين شريحة معينة يساعدهم باش يجيو لهنا ياخذوا. يجيو حتى من الجزائر. جينا من الجزائر البرازيل يسكنوا في الجزائر يجوا ياخذوا كيجوا ياخذوا 4 5 كيلو يديهم لعائلاتهم واحبابهم باش يفكروهم تقاليد البلاد الخمسينات والستينات وحتى والله نحاولوا الماكسيموم بحول الله نكونوا على حسن نيه على حسن نيه بالطبع زملائنا، ونحاولوا نوفروا واش كانوا يوفروا جدودنا والجيل اللي قبلنا نحاولوا نوفروا بحول الله لجماعتنا. السلام عليكم ورحمه الله. الكليون بصفه عامه ان شاء
شاء الله رمضانكم مبروك ومرحبا بكم وصحة طولكم. زلبية هذه تاع التونسيين بكري يسمعوا بها، زلبية مليحة نديوها، هذا هو من بكري خدام لهنا من الثورة. هذا من بكري احنا جبنا تربينا هنا مع بويو. سمعت قبل عوام، هذه عوام هذه. ايه قبل الثورة. قبل الثورة تدوز. قبل الثورة صح. راسك ما صبغي. اي راه انت اشرح لي. بسم الله الرحمن الرحيم، المراح رياض تلمسان. هذا المحل التجاري للتحف الفنيه والادوات الاثريه، هذا المحل الوحيد في تلمسان، وحنا حنا نسيو ان شاء الله باش يكونوا واحد اخرين يحلوا معنا هنا في تلمسان هذه المحلات، باسكو هذه المحلات مهمين جدا السياح باش يكونوا ان شاء الله يلقاو كاع الصوالح اللي تاع الجزائر اللي يهموا الجزائر. وانا عندنا هنا لي كليون، عندنا الحمد لله لي كليون يجيونا بارتو لالجيري، وما زال عندنا لي كونتاكت تاعهم، عندنا لي تليفون، كاين الناس اللي يوصيونا على لوحات زيتيه، كاين اللي يوصيونا على النحاس، كاين اللي يوصيونا على الكتب القديمه، كاين اللي يوصيونا على التوني تراديسيونال. هادو مهراس قديم، هذا يكون عنده واحد هذه يكون عنده واحد ابي بري واحد حتى هي واحد 90 عام قم، هذه القله. كاين هذا مهراس قديم، مهراس قديم هذه حتى هي، هذا طبسي فاسي تاع فاس مخفيه. هذا الباب قديم خاصو يترمم، خاصو خدمه ان شاء الله باش يرموه. هذو طبطابات تاع البيبان تاع بكري تاع كلمسان، كانوا يديرهم طبطابات. كاين هذا حتى هو تليفون قديم، يكون عنده هذا لي زاني 30 ابي بي 1930 1935. هذو لوحات زيتيه، هذه تاع على الفتوحات وقت الاندلس، كي كانوا الاندلس كانوا يحكموا في اسبانيا العرب. هذه لوحة زيتية، مسجد قديم